حنا جينا باش نتواصلوا مع السيد الوالي، كان نتسناو الجواب ديالو. كنظن انه زعما ما كيف كنقولوا حنا ما عارفين انه يعني السلطات كيف كنقولوا واخدين الحاله الصحيه تاع البلاد هي الاولى، وحتى حنا راه مغاربه، حنا واخدين بحاله يعني الصحه ديال البلاد هي الاولى، حيت كيف كنقولوا صحاب الحمامات بقاو في مفترق الطرق، جميع القطاعات كاين اللي خدام 50%، كاين اللي خدام توتالمون على حساب كل حاجه واش، ولكن الحمام ملي كنجيو حتى الحمام حتى من البلاغ ديالو ما كيكونش بلاغ واضح، ما كنعرفوا واش نحلوا ولا نسدوا، بحال هذا البلاغ الاخير اللي خرج اللي كيقول يعني المطاعم والمسابح المسدوده يتسدوا مع تسعود والحمامات، ما عرفناش هذيك اللواء باش غنفسروها، حنايا امتثلنا الامر السلطه وسدينا، ولكن في نفس الوقت سمعنا منابر اعلاميه اللي هي موثوق منها كتقول الحلان بجواز السفر نهار 31 نهار 1 سبتمبر، ملي داز 1 سبتمبر شفنا ما تواصلوش معنا، جينا بغينا غير نسمعوا، بغينا غير ناخذوا معلومه على اساسها غنشوفوا حتى حنا اشنو نديروا، وما يخفاكش ان الحمام الخسائر اللي كيتعرض لها راه شي حاجه اللي كثيره، اش غنقول لك راه عام تاع السدان ماشي ساهل اللي دوزناه في ذاك العام، ومن موراه يعني كانوا اصلاحات، كانوا مترتبين علينا ديون، كانوا ما جينا فين نحلوا، بداوا امار حالين وكنخلصوا غير في لي فغي تاع ذاك السدان اللي مات اللي سدينا، حتى قال لك حقه صافي سد، حنا ما عندناش مشكل نسدوا، ولكن كيف كنقولوا حنا عارفين مصلحه البلاد هي في الدرجه الاولى، ولكن يكونوا جميع القطاعات المتماثله تقريبا، اما باش تجي غير على الحمام والسد راه كتجيني شي حاجه اللي كتجي اجحاف في حقنا، كنبغيو المسؤولين يشوفوا في هذا القطاع ديال الحمامات واحد النظره ويعاودوا في اعاده النظر، حيت كيف كنقولوا راه كاين دكتور اللي هو على راس اللجنه العلميه سي شاكيب عبد الفتاح اللي كان يعني قال في واحد الحوار ان الحمام ماشي في مرتع تاع الفيروسات، على العكس الحمام راه عنده كيف كنقولوا واحد المزايا كترجع على الراحه النفسيه وربما كيعالج بعض الامراض الصحيه، يكفينا هذه الشهاده فخر على ان الحمام خالي من جميع يعني مثلا خالي من جميع الاتهامات اللي كتسبب ليه، وفي نفس الوقت الا كنا حنا ارباب حمامات كتشوفينا بحال هكا واقفين هذه الوقفه فما بالك بالشغيله اللي من كيف كنقولوا عندهم النهار بنهارو، والله الا ما بقيناش حنا كنقدروا نشوفوا فيهم ولا يعيطوا لينا في التليفون ونجاوبوا، ما نكذبش عليك انا كأنا الله كيف مكافين مع اولادنا بالسلف من عند الحباب ومن هنا لهنا، ولكن هما باش غتكوني معاهم زعما ما كانتش واحد نظره الرحمه في هذا المواطن البسيط، وما بالك بالناس المستحيمين، دويلك انا ك يعني بصيفتي ساكنه في واحد الحي اللي هو شعبي، كانوا حلو غير مع الناس كيقول لك امتى غتحلوا امتى غتحلوا، علاش حاجه يعني كرامه المواطن البسيط مشات مع هذه الازمه كيف كنقولوا، واش يعني كيف كنقولوا بيوت تاع الكرا والناس الشعبيين راه غيعرفوا هادشي علاش تندوي، ربما شي ناس اخرين ما غيعرفوش حيت ما شايفينش ولا ما سامعينش ما في عالم اخر، اما الناس الشعبيين اللي ساكنين في بيت تاع الكرا راه مسكين كيشد النوبه حاشاك في المرحاض باش يقضي حاجته، فما بالك من انسان غادي يعوم ويعوم وليداتو باش ينقيهم، راه ما نقولش الكرامه تاع المواطن تهانت. شي حرف اللي هما كيف كان شي تجاره اللي هي بسيطه ديال العيالات كيف كنقولوا الخراقي بزاف د الحوايج اللي هما حتى هما تضروا بهذا الشيء، فما بالك بالحرفيه حتى هما لي كولومبي والناس اللي متراسين الحمام، ما زعما واحد القطاع اللي ما كاينش غير الحمام صافي سد الحمام، راك سديتي معاه بزاف ديال موارد الرزق اخرين، وكيف كنقولوا كلمه اخيره كيقول قطع الارزاق قطع الاعناق وقطع الارزاق، يعني شي حاجه اللي قاصحه باش تقطع على انسان رزق وما تعوضوش، حنايا مع الصحه تاعت البلاد في الدرجه الاولى والاخيره، حنا معاها، ولكن الحمام قلتوا فيهم كورونا عطيونا تقرير يعني قنعونا ان الحمام فيه كورونا وسدوا عطيونا تعويض اللي هو ريزونابل ما طالبينش شي حاجه، الحمام ما فيهش نحلوا حنا بحال الناس والتزموا بالبروتوكول الصحي اللي هو 50% تباعد، الحمام راه بلاصه نقا يعني ما كندويش انا مع شي شعب اخر، حنا كندوي مع المغاربه عارفين الحمام راه ملي كتدخل وانت في الصابون انت تخرج، فما السطوله اللي كيقول لك يعني السطوله اللي ناقلين العدوى هاي الناس اللي متكلفين ما خرجوش بهذه الكلمه ديال حاجه ايفيتيو السطوله، حنا براسنا حيدناهم اي حاجه الشك اللي عندنا ما عندناش علاش نديروها، مستعدين يعني حماماتنا نحلوهم دخلوا بالجواز الصحي نسبه الماء 50% شي يكون حلينا بعدا في هذا الصيف ما كايناش حتى 10%، شكون غيجي الصيف والبحر محلول، ولكن حنا ملي كنشوفوا مثلا انا دابا باش نجي نوصل هنا جيت فتره راه ملي شفت هذاك الاكتضاد وداك الشيء زعما حسيت بالحقره على جهه الحمام. جينا غير طلبنا لقاء مع السيد الوالي ولكن قال لي كل واحد خصو يمشي العماله ديالو مع العلم ان هاد الناس جايين من عده عمالات ودابا قال لي كل واحد يمشي عند العماله وحنا راه العمالات كيقول لك بان هذا قرار حكومي، حنا جينا عند السيد الوالي باش نبلغوا ليه المعاناه ديالنا. لأن أرباب الحمامات ولا الكسالة ولا الطيبات كلهم كيعانون في صمت، كيعانون معاناة كبيرة يعني بالجوع بهذه اللغة، هذه الناس راه جاعت، ولذلك احنا كنطلبوا من الناس المسؤولين يشوفوا بهذه الناس بعين الرحمة في القريب العاجل، ماشي حتى الشهر الجاي ولا شي حاجة، في القريب العاجل، لأن هاد مالي الحمامات كانوا في الأول قالوا بأن الطاقة الاستيعابية ديال 50% مع العلم أن احنا راه ما كايناش 50% الله كاينه 15%، وهذيك 15% هي اللي عايشين منها الناس لا الكسالة ولا الطيبات ولا اي واحد راه عايش بهاد 15%.
ولذلك كنطلبوهم، والرساله ديالنا بغينا توصل، يحلوا الحمامات للناس ونطلبوا الله التيسير والله يجازيهم بخير، راه معاونه مع هاد الناس هادو في هاد اللحظه هادي في هاد الظروف هادي. كرام مالي الحمامات راه هزين كريديات، اقسم بالله العلي العظيم، الى البنكات كتدي لهم الطوموبيلات ديالهم، كتجي كدير لي باغا دير لهم الحجز على الحمامات ديالهم، ولكن هاد الناس راه المعاناه ديالهم ما كايناش، ما كاينش اللي مسوقهم، ما كاينش اللي جاب لهم مخبار. ولذلك حنا كنناشدوا جلاله الملك، كنناشدوا سيدنا هو اللي يشوف هذا الامر ويديها فينا باش يجيب الله التيسير ان شاء الله. ما نعاودش لك، يعني ما شاء الله وصافي، يعني وقعنا في هذه المره الثالثه وحنا كنسدوا المحلات ديالنا، كنتظروا من يعني النداء ديالنا لصاحب الجلاله الله ينصره والله يحفظه لينا والله يشافيه، باش يشوف من هذه الشريحه ديال المجتمع. حنا ارباب الحمامات بالدار البيضاء وبالمغرب كامل اللي كان نستثمروا في هذه البلاد السعيده، وكنخلصوا ضرائب، كنخلصوا صوائر ديالنا، وكيعيشوا معنا واحد الشريحه ديال المجتمع اللي خدامين معنا وكياكلوا طريف الخبز بحالنا، ولحد الساعه باقي ما عندنا حتى شي رد على فتح الحمامات. كنعانيو يعني، الناس ما كيرحموناش، الناس اللي عندهم الكرا ديال المحلات ديالهم، الناس اللي عندهم يعني صوائر من الماء والضو، داكشي جاي واخا المحل مسدود، وكنتسناو يعني الرد ديال الحكومه باش يعطيونا عاوتاني الفرصه باش نعاودو نستنفوا العمل ديالنا. جعنا وشي حاجه اكثر من جعنا، لان الناس ما شاء الله اللي خدامين معنا يعني مياومين كيف تنقولوا، الناس باقي كيتسناو يعني ديك البركه اللي كياخذوا يوميا باش يتمكنوا من العيش بحالهم بحال الناس اخرين، ولكن كيتقطع لهم الرزق ديالهم بهذه الطريقه ديال الاغلاق، بدون يعني بدون اشراك هاد الناس ولا المساعده ديال هاد الناس هادو، اللي لا الناس المستثمرين اللي هما ارباب الحمامات، ولا الناس اللي كيعانيو معنا اللي المستخدمين معنا، يعني ما عندهمش شي تعويض، ما عندهمش شي مساعده من الحكومه باش يستنفوا الحياه ديالهم. حنا كنطالبوا باعاده فتح الحمام الى سهل الله، حنا مستعدين يعني باش نديروا هذاك التباعد، باش نديروا التعقيم كيف موالفين دائما. الحمام معروف بالتعقيم ومعروف بالصابون والماء، يعني هو تعقيم في تعقيم من الاول ديالو حتى الاخر. اذا السبب ديال الاغلاق ما شاء الله، حنا القطاع الوحيد اللي تضرر في هذا الكوفيد ديال 19 بمعنى الكلمه، بدون القطاعات اخرى اللي كتستأنف العمل ديالها بدون احترام التباعد. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعل